أستاذ محمد بن ساسي غادي ناخذ فاطمة من طاطا متزوجة. فاطمة عندها بنيته وحدة وكتقول بأنها ما كيكفيهاش الشهر. أستاذ محمد بن ساسي المصروف ما كيكفيهاش، غتسولني شحال عندها في المصروف شهريا؟ تماما عندها 10000 ريال. 10000 ريال هو 500 درهم. هذا الدخل ديال الزوج ولا هذا هو المصروف اللي كيعطيها الزوج، وكتقول بأنها كتقاتل باش تكمل الشهر وكتكملوا. نسمعوا فاطمة شنو غادي تجاوبنا. السلام عليكم. لا فاطمة. عليكم السلام. لا اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بالناس ديال طاطا. شكرا بزاف، بارك الله فيك. هل الاستاذ بن ساسي معك؟ تفضل استاذ بن ساسي. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا فاطمه. شكرا بزاف سيدي. مرحبا بك وشكرا لك على انك التواصل ديالك معنا. وحلي لي هذا اللغز اللي ما فهمتوش صراحه. راه صعيب بزاف سي محمد. باينه صعيب. كيفاش 10000 ريال صراحه ما كتقدنيش. واخا الزوج تاعك شنو العمل ديالو؟ المهم غير البيع والشراء وصافي. البيع والشراء. واشنو البيع؟ محل عنده ولا كيبيع غير في الزنقه؟ شنو المهم كيبيع للناس الزريعه و المهم صراحه قليل المصرف وصافي. لا خصنا نفهموا، واش داير طوموبيل كيمشي للسواق ولا داير حانوت؟ لا هو دابا المهم كيدير الزريعه وكيبيع للناس الى جاو. اش كيبيع؟ زريعه. نعم زريعه يعني ديال الفلاحه. ايه وصافي. المهم كتخلص الكرا وداك الشيء واللي بقى ليه كيدير. الكرا شحال باش كارين؟ شحال باش كارين؟ هو انتم كاملين؟ لا هي دارها، هي دارها عنده محل اللي كاري فين كيدير التجاره ديالو فاطمه. ايه كاين. المهم كاين في طنجه. هو في مدينه طنجه. هو في مدينه طنجه وانتينا كاينه في طاطا وكيصيفط لك المصروف 500 درهم كيقول لك هذا الشيء اللي عطى الله. ايه استاذ بن ساسي من شحال هذا الشيء؟ الله عامين ولا 3 سنين. عامين ولا 3 سنين. هو يا تما كاري؟ اه. انت شحال باش كاري دابا الدار اللي ساكن فيها؟ شحال باش شحال كيخلص فيها هو؟ هو المهم 30000 وقيله كيكري هو كاري. في طنجه؟ ايه في طنجه. يعني كاين ما داخل باش هادشي بغيت نعرف. الله راه كيدخلوا تبارك الله. هادشي بغيت نعرف انا علاش كنسول هادشي؟ لا هو دابا كيدخل ولكن هو كيسكن 10000 كيقول لك راه داكشي اللي عنده. دابا اولا داكشي اللي عندك قولي، لكن هادشي اللي عندك قولي نمشيو نعيشوا معاك في طنجه. علاش ما مشيتيش معاها فاطمه؟ صعيب الحال كري والمعونه. هو اصلا كاري ساكن يمكن في المحل. لا هو المهم ساكن في الحانوت ما عندوش الدار. ما عندوش الدار ولكن المحل كاريه. والدار اللي فيها انت دابا كاريها؟ لا ديالها. لا دار ديالكم. نعم انا كنظن زعما ما عرفتش لان واش ناقشتي معاه قلتي لي ها المصاريف راه ما كتكفينيش؟ ولا كنقول لي المهم شحال من مره قلتها لي صراحه انا كنخدم الكريشيم وكان كنحاول نعاون راسي ولكن صعيب الحال. لا بلاتي دابا 10000 ريال المفروض شنو ديري؟ المفروض انك تصرفي بها بشكل عادي وملي تقاد لك من بعد سيمانه ولا 10 ايام كنتصل به ما بقى عندي والو. ولا كيقول لك داكشي اللي عندي. قولي دابا اش غندير؟ أنا ولا هو انتيا قولي دابا انا مبقاش ليا الفلوس اش غندير؟ ولا قال لي قلت لي باش نقلب على خدمه كيقول لي علاش؟ لا دابا عبلاتي على خدمه ولكن ما كنبقاهاش. لا عبلاتي حنا دابا غير في اطار الحوار مع الزوج. شحال هذيك 10000 ريال اللي بغيتي تصرفي بها معتدله شحال تدي لك؟ 10 ايام 15 يوم شحال؟ ولا يومين صراحه. يومين اللي غير كيصيفط عليا كنخلص الضو كنجيب داكشي اللي كيخص بنتي كنخلص الكريدي اللي عندي كنحط 1000 ريال المهم 50 درهم زعما غير باش الا مرضات ليا ولا الا خصها شي حاجه. البنيته شحال عندها فاطمه؟ مازال كترضع. الكريدي شحال يكون عندك في الشهر؟ الكريدي المهم 3000 ريال. دابا هادشي كلشي قيديه وقرايه عليه قول لي ها انت 10000 اللي عطيتيني حيدت منها هكا وخلص منها كذا وخلص منها كذا ها اللي بقى ها اللي باقي كيفاش غندوزو قول لي الشهر؟ ومازال المهم كندير لي كريشي وكنبيعو للعيالات صراحه. ايوا دابا وحده من زوج غير اما هذا هو القدره ديالو وانا كنستبعد هذا الامر. علاش؟ لحقاش مزيان يكون الوضوح. خاصك كيبيع الزريعه كيف قلتي هذا مجال اللي فيه الرواج خاصة كاري المحل كيخلص 30000 ريال وربما الموضة ديالو وربما عنده السيارة. عنده السيارة هو؟ اه
لا ما عندوش. ما عندوش. إذن أنا كنظن بأن هنا فين كيجي دابا سبحان الله لما كنتكلموا على الوضوء. شحال شحال يعني شحال كيبقى غايب عاد كيطلع عندك لطاطا فاطمة؟ هو يمكن يجي في رمضان وفي العيد الكبير. جوج المرات في السنة. في السنة. نعم. دابا إذا وأنا ساكنة مع بنته وولدو. أنت الزوجة الثانية؟ إيه. مرته الأولى مطلقة ولا ميتة؟ لا هو لا هي توفى. الله يرحمه. توفات الله يرحمه. دابا اللي كان كيبقى لي الحل الاسلم واللي قريب العقل هو انك تمشي تسكني معاه في طنجه. لقاش هذا هو الحل. هو اصلا مستقر في طنجه وكيجي جوج مرات في العام. لا انت لا انت عايشه ولا هو ربما عايش. ربما ولكن هو كيقول لك راه المهم لك راه غالي وداك الشيء. والديك اش تيقولوا؟ والدي انا؟ اه انا وليدي صراحه ما كنقول لهم المشاكل ديالي. ايوا هذه وحده من الاخطاء اللي كيديروها بعض الزوجات. علاش هو سميتو الواليد؟ علاش هي سميتها الوالده ديالك؟ باش الحاجه لما كتخرج من السيطره ديالك وما كتبقاش قادره انت تحليها راه والدي خصهم يدخلوا. ماشي غادي نشكي لهم بالراجل ولا كذا ولكن حطهم في الصوره. نحطهم في الصوره. ولكن استاذي الا اختي دابا الصرا في هذه المدينه المهم كيقول لك راه المهم صافي زعما ما قد على راسها. ما قد على راسها. اجي هذه اللي قد على راسها 10000 ريال تقد عليها. وانا دابا صراحه استاذ اسمحي لي صراحه كنت قاتل باش المهم نحط غير شويه ولكن الا حطيت شويه ديما كنهزو. اسمح لي فاطمه الله يجازيك بالخير. دابا انت كاينه انت وبنيتك اللي كترضع وكاينين جوج الوليدات اخرين ياك؟ اه اربعه. دابا هاد 10000 ريال فيها اربعه الناس؟ المهم ثلاثه الناس. ثلاثه الناس لازم بكل صراحه المساله واضحه. كاينه امراه بوليدات ديالها خاصها تعيش مع راجلها. هو داخل المغرب وكيجي جوج مرات في السنه. كاين ناس عايشين في اوروبا كيجيو عند ولادهم كل شهرين ثلاث شهور كيجيو عندهم. فانا ما عرفتش شنو هو الطريقه اللي باش يفكر فيها. هي قالت لك بان دابا الحمد لله راه كنعاون راسي بالكروشي و اذا الا كنتي كتعاوني راسك بالكروشي وساده ديك الثغره انا ما هذا ما يرضينيش باش نقول لك صافي غير استمري باش ما تطيحيش اون بان. ولكن خاصك تحاوري مع الزوج ديالك لان هذا الوضع يقدر يكون استثنائي يقدر يكون وضع طارئ يقدر يكون واحد الوضع اللي تفرض عليك في واحد المرحله انتقاليه ريتما يتوسع ويجمع راسه ان شاء الله ويديكم عنده. لكن لا كان وضع ديال الدوام صعيب صعيب بزاف و صعيب لا لا بيننا. شحال وانتم مزوجين دابا؟ شحال المده اللي مزوجين بها فاطمه؟ خمس سنين. كان سيفت لنا 20 ريال. وهذه الثلاث شهور صراحة سيفت لنا غير 10 ريال. كل شهر كان سيفت لنا 10. نعم. وربما ولا بقيتي ساكتة شهور المجين يمكن ما يسرد لك والو. ما يسرد والو. لا لا الله يرضى عليك انت تحاوري مع الزوج ديالك. داك الشيء اللي كتنفقيه تصوريه وصيفته ليه قولي ها صافي اللي صيفط ليا قولي كي غنديرو دابا. الا قال لي دبري راسك قول لي غادي نتصل بالوالد باش يكمل لي الشهر حرجيه هذا. شكرا لك فاطمه. شكرا. من طاطا شكرا لك. بالعكس شكرا لك. الله يعينك. احنا معكم مباشره الاصوات في حقها. كاين حالات اللي كتواصل معنا ما كنبقاو ساكتين ما كاينش حل. الاستاذ محمد بن ساسي ماشي دائما احنا غادي نبقاو نقولوا لديك المراه تلقى الحل وصبري كيبان لي هذاك الحيط القصير غادي نبقى ديما نقزو فوق منه واحد النهار غيطيح. وهذا اللي حصل واحد العدد ديال السيدات بقاو صابرين واحد الوقت طاحوا. هو الصبر شنو هو؟ صبر ما كاينش بالرضا بالدون ما كاينش الرضا بواحد الحلول اللي لما تكون عندي حل وكاين وبديل خاصنا نسعاو ليه. هذا هو البرنامج كيدير مع المصرف نسعاو لحلول حقيقيه ومعقوله وفيها انصاف.